الوضع متاعي، مرة الوضع متاعي صار، هل هي زاوية؟ لا، هنا انتبه، السؤال مكتوب بقراءة الدائرة الأفقية وليس قيمة الزاوية الرأسية، قراءة الدائرة الرأسية. زين، فش راح يكون؟ راح نجي أول شيء نقول قيمة الزاوية بالوضع المتياسر مثل ما أخذنا بالقانون هي 90 ناقص ألفا في 90 درجة ناقص 85 درجة 14 دقيقة 10 ثواني، راح يطلع المقدار 4 درجات 45 دقيقة 50 ثانية. قيمة الزاوية بالوضع المتيمن هي قراءة الدائرة ناقص 270 درجة، فراح يكون 274 درجة 45 دقيقة 10 ثواني ناقص 270، ويكون الناتج 4 درجات 45 دقيقة 10 ثواني. من ناخذ معدلها راح يكون المعدل موجب 4 درجات 45 دقيقة و30 ثانية. بما انه الزاوية موجبة معناتها شنو؟ معناتها اني رافع المنظار مال الجهاز نحو الاعلى، معناها انه نقطة بي هي اعلى من نقطة اي. هذا اول انديكيشن عندي انه لازم منسوب نقطة بي يكون اعلى من منسوب نقطة اي، حتى من يصير عندي اشتباه بالناتج النهائي يكون عندي رأسا مقارنة انه هاي موجبة لازم يطلع بالنتيجة الناتج اكبر. فاذا نطبق مثل ما قلنا انه منسوب نقطة بي هي يساوي ان منسوب نقطة اي زائد ارتفاع الجهاز زائد ال اتش. الزاوية طلعت، احتاج ال اتش، اطبق قانون الظل، نقول تان ال V يساوي المقابل اللي هو ال H على المجاور اللي هو ال 50، فراح يكون ال H مقداره 50 في تان ال V اللي هي 4 درجات 45 دقيقة 30 ثانية، يطلع مقدار ال H 4 أمتار و 0.162 متر. فراح يكون ال elevation منسوب نقطة B هو 30 متر زائد 1.5 متر زائد 4.162 متر، ويكون الناتج النهائي 35.622 متر. تمام، ننتقل إلى النقطة اللي بعدها اللي هي نقطة C. بنفس الطريقة وبنفس الرسم راح نوجد الزاوية بالوضع المتياسر 90 ناقص ألفا في 90 ناقص 93 درجة 27 دقيقة 14 ثانية، راح تكون 3 درجات 27 دقيقة 14 ثانية. وكذلك بالنسبة للوضع المتيامن فيس رايت، ألفا ناقص 270 فراح تكون مقدارها سالب 3 درجة 27 دقيقة 24 ثانية. من ناخذ المعدل مالتهن راح تكون الزاوية سالب 3 درجات 27 دقيقة و19 ثانية. هنا شو نلاحظ؟ انه الزاوية طلعت لي بالسالب. شو معناتها ان الزاوية بالسالب؟ معناها انه المنظار مال القراءة مال الثيودرايت متجه للأسفل. طالما متجه للأسفل اذا نقطة سي كمنسوب هي اقل او اوطأ منسوبا من نقطة اي، واني بعدني الجهاز بنقطة A، يعني اللي يصير عندك اشتباه وتنقل للنقطة B، لا هو الجهاز بنقطة A وسددنا على B و C و D. تمام، فدائما مقارنتي ويا نقطة A، جهازي منصوب بنقطة A فراح يكون أنصب من منسوب نقطة A. أرجع أطلع على H اللي هو يساوينا المسافة بين نقطة C ونقطة A اللي هي 100 متر حسب ما مذكور بالسؤال، في ظل الزاوية وأكتبها بالسالب ما عندي مشكلة، يظل السالب يبقى سالب، فراح يطلع سالب 6.038 متر. تمام، أقول elevation مال C هو شي يساوي elevation مال A زائد ارتفاع الجهاز زائدا كجمع جبري لل H أو ناقصا H باعتبار زاوية انخفاض، وأشيل السالب من عدها. بعد هاي يمك الترتيب، أهم شيء أنه تفتهم فكرة ليش أني دا نقص مرة وليش دا أجمع مرة. لما الزاوية تطلع لي بالسالب هذا الرقم مال ال H كون أطرحه، لأن معناها منسوب النقطة هو أوطأ من منسوب النقطة اللي منصوب عليها الجهاز، فراح يكون الناتج هو 30 زائدا 1.5 زائدا سالب 6.038، فراح يكون الناتج 25.462.
نفس الفكرة راح تنعاد علينا ويا الخط DA. الزاوية الرئيسية بالوضع المتياسر هي سالب 7 درجة 18 دقيقة 50 ثانية، وبالوضع المتيمن هي سالب 7 درجة 18 دقيقة 42 ثانية، والمعدل مال كلا الوضعين راح يكون سالب 7 درجة 18 دقيقة 46 ثانية. إذن هي الزاوية للأسفل، ومعناها بالأخير راح يكون منسوبها المفروض أنصب من منسوب نقطة دي، العفو أنصب من منسوب نقطة A، فراح يكون منسوب أوجد الـ H اللي هو المسافة بيناتهم في ظل الزاوية، المسافة بيناتهم 150، في 150 في ظل الزاوية V، فراح يكون 150 في ظل السالب 7 درجة العفو 18 دقيقة و 46 ثانية، فراح يكون سالب 19.249 متر. بناء عليه راح يكون منسوب نقطة D هو منسوب نقطة A ل 30 زائدا ارتفاع الجهاز اللي هو متر ونص زائدا H جبريا اللي هو سالب 19.249، ويكون الناتج 12.25 متر. السؤال اللي بعده هو نفس الفكرة، مجرد تطبيق، فراح أتركه عليكم. السؤال اللي بعده يقول لك ما هو ارتفاع بناية معينة؟ ارتفاع بناية معينة تم رصدها بواسطة جهاز الثيودولايت، وكانت نتائج الأرصاد كما يلي: نصبنا جهاز ثيودولايت أمام بناية نريد نوجد ارتفاعها، وخذنا قراءة بأعلى قمة البناية وبأوطأ نقطة بالبناية، وسجلنا القراءات مرة بالوضع المتيمن ومرة بالوضع المتياسر في أعلى البناية وفي أسفلها، وأخذنا المسافة من سنتر الجهاز باتجاه البناية فوجدناها 20 متر. هنا بالرسم مثل ما واضح لكم أن الجهاز منصوب هنا بهاي النقطة، ومرة سددنا باتجاه أعلى البناية تمام، مرة سددنا باتجاه أسفل البناية، وسجلنا القراءات بالحالتين بالوضع المتيمن والوضع المتياسر، وكذلك أخذنا القراءة من سنتر الجهاز باتجاه البناية. المطلوب ارتفاع البناية. ببساطة أنا راح أوجد الـ H1 باعتبار أن هذه المسافة بين الجهاز وارتفاع والبناية هو معلوم 20 متر، فراح أوجد الزاوية للأعلى، ومن عندها راح أوجد الـ H1 اللي هو الارتفاع الأول للبناية، ثم راح أوجد الزاوية للأسفل وأوجد الـ H2، وهنا الـ H2 راح تطلع لي قيمة سالبة، لكن هنا السالب راح أهمله مو مثل بموضوع المناسيب. ليش أهمله؟ لأن أنا هاي البناية هي ناتجة من مجموع ذني الارتفاع، يعني هذا مرة اكو ارتفاع تحت خط مستوى الأفق، ومرة اكو ارتفاع فوق مستوى الأفق للجهاز، فذني لازم ينجمع، لازم أعتبرهم مطلق، أنه ارتفاع البناية هو مطلق الـ H1 زائدا مطلق الـ H2 باعتبار هو حاصل ذني الارتفاعين، والسالب هنا مجرد أنه المقصود به أنه واقع تحت خط أفق الجهاز. فإذا راح أجي أقول الـ V اللي هي للتوب تساوي لنا بحالة الوضع المتياسر 90 ناقص ألفا، في 90 ناقص 54 درجة 12 دقيقة 36 ثانية، حتكون مقدارها 35 درجة 47 دقيقة 24 ثانية، والـ V بالوضع المتيمن للتوب هي الفا ناقص 270، يطلع مقدارها 35 درجة 47 دقيقة 30 ثانية، ومعدلهن هو 35 درجة 47 دقيقة و 27 ثانية. في حال أنه الفي الثانية وجدها بنفس الطريقة راح يطلع مقدارها سالب 3 درجة 14 دقيقة و 47 ثانية، فراح أوجد حاليا الارتفاع فوق خط الأفق والارتفاع تحت خط الأفق. الارتفاع فوق خط الأفق هو 20 في ظل الزاوية، في 20 في ظل ال 35 درجة 47 دقيقة و 27 ثانية راح يكون 14.42 متر. تحت خط الأفق هو متر و134 بالألف من المتر.
فإذن صار عندي ارتفاعين، الأول فوق أفق الجهاز والثاني تحت أفق الجهاز، أجمع مطلقيهما بدون الإشارة السالبة، أجمع مطلقيهما بدون الإشارة السالبة، فراح يكون ارتفاع البناية هو 15.554 متر. أتمنى تكون واضحة عندكم الأمور. إحنا طبعا هاي شرحناها، بس أنا حبيت أعيدها، خاف مو واضحة، وحتى بنستمر بالمحاضرات الجاية إنه تكون أكو استمرارية عندكم. هنا عندنا أمثلة هومور، وهاي أريد من عندكم تحلوها وتدزوا لي إياها حتى نشوف كم واحد يقدر يوصل للحل الصحيح. طبعا ورا ما كلكم إن شاء الله تدزوا لي إياها راح أدز لكم أنا الحل مالتها، تمام؟ وأتمنى أن تكونوا استفاديتم من هذه المحاضرة، وشكرا جزيلا، مع السلامة.